هاك السهم ذاك باني ستاجيرة سهمت. المهم مادام جيتو تشوفو الكاميرا قبل التليزين كيما كتشوفو بالنسبة للتيب دخل معايا الكاميرا هنا راه فيكسي مع الأرض التيب ديال الكارونت. علاش فيكسي مع الأرض؟ لأن ضاربين له فيسات بالنسبة ديال الناس بزاف الناس شافوا شي فيديو دخل بالوسواس معمر البلاكار يتهز عاد زيد غادا تركب الرخامة وتسيب هاديك السونطوفير وغادا تزاد السيمة بيضة ديال الماء يعني ماشي غير الإنسان يشخاف من يطلع فوق منها حتى خمسة ستة لأن هذا التيب ديال الكارونت وفيكسي مع الأرض. أكبر خطأ هو الرويد هو يا عفوا سميتو الرجلين بعض المرات كنشدو من الرجلين ديال الام دي اف هادو ألمنيوم ولكن على حساب باش ما يشوفش مشي ما كيديروا الرجلين هذاك أكبر خطأ هذاك اللي كيخلي المطبخ يقدر يسيل الماء من بعد. المهم غادي ان شاء الله في القناه الثانيه اللي هي قناه تعليميه غنشرح لكم كل التفاصيل وغادي نخليكم انكم تكونوا مرتاحين وتكونوا مقتنعين قبل ما تستعملوا شي حاجه. يلا السلام عليكم. المهم كيف ما كتشوفوا هذا الماء كنحيدو فيه دابا وقع مشكل. جينا دابا ناخذوا صوره جينا ناخذوا فيديو للمطبخ لقينا صاحب المطبخ وقع لي مشكل في ليفيت الماء لان البلومبي مركبش داكشي مزيان لقينا الدنيا كلها عامره ماء. هذا الشيء علاش ما كنغلفوش لا كويزين من التحت كنخليو الزليج باين علاش على قبل هذه المشاكل هذو. دونك الا كانت مغلفه غيكون الماء مشى لينا ورا البلاكارات والا مشى الماء ورا البلاكارات ما عندناش شي حل غتولي رائحه كريهه دائما في المطبخ غتولي صاحبة المطبخ كتعاني تولي عندها ريحة خايبة في الكوزينة لأن إلا بغينا نحيدو داك الماء خصنا نحيدو الكوزينة كلها ما عندناش شي حل. أكبر خطأ أنكم تغلفوا لي كيسو ديال تحت خصوصا جيت الليفي أكبر خطأ. الحرفيين حاولوا ما أمكن أنكم تستافدوا تأنيليو المشاكل. حنا دابا ما عندناش مشكلة حنا كنحيدو هاد الماء وهاد البلاصة اللي كنحيدو فيها الماء كاينة فورميكا ديالها غادا تكاشا دابا سير بلاص إنفو غادي نيطويو المطبخ نحطو لها الفورميكا ديالها الما كتير داز ماشي غير بزاف د الما مشا لينا حتى تحت المجورة غنحاولو نيطويو كلشي وإن شاء الله بعد ما غادي نيطويو هاد المطبخ غنحاولو نحطو ليكم فيديو ونعطيوكم كذلك معلومات على التيب ديال الكارونت. وبالنسبة للفورميكا ديال التحت يعني حتى كنسالو المطبخ كنقطعو العبار اللي بغينا كتحط هادي دائما باش تيليتيو المشكل ديال الماء كتحط ساهله كتحط في الارض وقع شي مشكل كتحيد. بالنسبه لهنا ما عندناش طاجره هنا كذلك غادي نيطويو داك الماء اللي اصلا وقعنا في المشكل كان الماء تما تيتحيد داك الماء ونشفو ونيطويو مزيان عاد غنحطو لها الفورميكا ديال العبار صافي. وبالنسبه الى لاحظتوا باش كنيطوي الزجاج بعض المرات كتكون فيه واحد لاديزيف كتبقى لاصقه باش كيخرج من الروبو كنديرو ليه جي بيتر والجي بيتر بالنسبه لكذلك الحرفيين ولا صاحبات المطبخ بعض المرات كيخلي لها مول الالومنيوم دوري ولا مول سبيرت عندها في الدار كتبقى تمسح بيه الفورميكا. هو مزيان كنمسحو بيه حنا كنيطويو بيه المطبخ غير مره ما كنكثروش فيه بزاف. هاد البرودوي مره كيكون مجهد يقدر ياثر لكم بالنسبه للبوردو ولا النوار ولا الالوان اللي هي مشعشعه كتاثر بالدوليو كتولي انها بحال كتشوف فيها كتبان لك مجخمره يعني كتجمع الوسخ كتجمع بزاف د الحوايج هاد الويت سبيري كان